السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح ناخذ يا تاسع اليوم المتباينات الخطية بمتغير واحد قبل ما نبدأ نحكي عن المتباينات خلينا نحكي أو نتذكر المعادلة الخطية بمتغير واحد لحتى نفرق بين المعادلة والمتباينة هلا لما نحكي عن معادلة خطية المعادلة الخطية المعادلة الخطية بمتغير واحد هلا بتكون مثلا عندنا ألف س زائد ب يساوي صفر إذا المعادلة الخطية بكون أنا عندي متغير واحد اللي هو مين عنا هان سين. بتكون عندي إشارة مساواة فأنا عندي متغير وإشارة مساواة إذا هاي معادلة طب لما نيجي نحكي عن متباينة هلا المتباينة يا تاسع بتكون هي عبارة عن ألف س زائد ب بيكون في عندي إشارة التباين اللي هي أكبر من صفر أو ألف سين زائد باء أقل من صفر هلأ ممكن تكون أكبر أو يساوي اللي تحت إشارة التباين هاي اللي بنعتبرها إشارة المساواة فإذا المتباينة يا تاسع بتكون هي عبارة عن متغير اللي هو مثل سين بيكون في عنا إشارة التباين اللي هي الأكبر أو الأصغر يعني هلأ مثلا لو كان عندنا خمسة سين زائد ثلاث يساوي صفر وكان عندنا خمسة سين زائد ثلاث أكبر أو يساوي صفر هلا اللي موجود معنا فوق هذا التعبير الجبري هذا بنسميه معادلة إذا هان عندنا معادلة لأنه إيش في عندنا مساواة هلا بما إنه في عندنا إشارة التباين إذا هاي إيش صارت في عندنا صارت عندنا متباينة هلا المتباينة يا تاسع المتباينة خطية بمتغير واحد يعني المتباين هي إشارة التباين خطية يعني المتغير اللي موجود معي اللي هو هنا السين إيش بيكون أسه عنا واحد بمتغير واحد بيكون عندي متغير فقط واحد يعني اللي هو مثل س أو صاد بس بكون عندي متغير واحد فقط يعني ممكن تكون مثلا خمسة ص زائد اثنين أكبر أو يساوي مثلا صفر إذا بده يكون عندي متغير واحد فقط يا كاسة طيب هلا لو كان عندنا مثلا ثلاثة س ناقص ص أكبر من صفر كان عندنا اثنين س تربيع زائد أربعة أقل أو يساوي مثلا صفر كان عندنا خمسة س أكبر أو يساوي سبعة طيب هلا لو جينا لأول وحدة عنا هلا ثلاثة س ناقص صاد أكبر من صفر هاي متباين خطية بمتغير واحد لأ ليش؟ لأنه أنا عندي سين وعندي صاد، صارت عندي متغيرين، إذا هي ليست متباينة خطية بمتغير واحد. طيب اثنين سين تربيع زائد أربعة أقل أو يساوي صفر، السين إيش صار أسها يا تاسع؟ صار أسها تربيع، بما أنه أسها تربيع إذا كمان ليست متباينة خطية. لأنه أنا السين لازم تكون خطية، خطية يعني أسها واحد. خمسة سين أكبر أو يساوي سبعة هاي متباينة خطية بمتغير واحد أنا عندي المتغير اللي هو سين والأس اللي موجود عندنا أسها واحد يعني خطي إذا خمسة سين أكبر أو يساوي سبعة متباينة خطية بمتغير واحد طيب خلينا نحل تدريب اثنين تسعة يا تاسع عندنا بالفرع الأول صاد تربيع أقل أو يساوي ستة هلا لو إجينا للصاد الصاد إيش أسها تربيع هلا بما انه تربيع اذا هاي ليست متباينه خطيه بمتغير واحد فرعبه 2 س تكعيب زائد 8 اكبر من صفر نفس الشيء اذا طلعنا على السين ها كم تكعيب بما انه الاس اللي موجود معنا تكعيب اذا هي ليست متباينه خطيه يا تاسع س زائد 2 ص اكبر او يساوي 15 انا صار في عندي سين وصاد صار عندي كم متغير متغيرين إذا هي أصبحت بمتغيرين وليس متغير واحد إذا ليست متباينة خطية. خمسة سين ناقص ثلاث أقل من سبعة أنا عندي متغير واحد اللي هو سين وأسه واحد يعني خطي إذا صح فرع دال صح متباينة خطية بمتغير واحد. فرعها عندنا ستة عين زائد واحد أكبر أو يساوي ثلاث، أنا كم متغير موجود عندي؟ متغير واحد اللي هو عين، وقصه واحد يعني خطي، وإشارة التباين موجودة إذا هو متباينة خطية بمتغير واحد. فرع واو س تربيع زائد اثنين ص أقل من خمسة. أنا عندي السين اللي موجودة معي هان إيش مالها؟ تربيع. وعندي سين وعندي صاد، إذا هاي ليست متباينة خطية بمتغير واحد يام تاسع طيب هلا في عندي حل المتباينة أنا لما أجي أحكي عن حل المتباينة حل المتباينة يعني بدي أوجد قيمة المتغير اللي موجود فيها هلأ حل المتباينة نفس حل المعادلات يعني نفس الخطوات يعني هلأ إحنا لما كنا نحل معادلة كنا بدنا نوجد قيمة المتغير فيها اللي هو السين أو الصاد حسب المتغير نفس الإشي بالمتباينات أنا بدي أوجد قيمة المتغير اللي موجود فيها يا تاسع طيب هلا في البدايه خلينا ناخذ مثال 2 7. هل س تساوي 3 حل هاي المتباينه؟ أنا عندي س ناقص 2 أكبر من مين عندنا؟ من 4. طيب حكينا هل س تساوي 3 حل لها ولا لا؟ هلا كيف بدنا نعرف إنها حل أو لا؟ من يجي بنعوض من مكان السين 3. 3 ناقص 2 هل أكبر من 4؟ 3 ناقص 2 كم؟ 1. طيب سؤال الواحد أكبر من 4؟ أكيد لا. هلا بما انه الواحد ليس اكبر من اربعه اذا الثلاثه ايش بتكون؟ ليست حل المتباينين. بما انه اشاره التباين طلعت عندنا حلها خطا اذا الرقم اللي بيكون موجود معنا بيكون ليس حل للمتباينه طيب خلينا نحل تدريب 2 10 تدريب 2 10 اي من الاعداد 1 و5 و6 يعد حل المتباينه 2 س ناقص 8 اكبر من 3 طيب بنجرب عدد عدد نبدا اول شيء في العدد 1 حل او لا نيجي بنعوض نصير 2 ضرب 1 ناقص 8 اكبر من 3 ولا لا 2 ضرب 1 2 2 ناقص 8 شو بتعطينا سالب 6 السالب 6 اكبر من 3 لا اذا ليست حل طيب نيجي للعدد 5 بنعوض اثنين ضرب خمسة ناقص ثمانية أكبر من ثلاثة ولا لا اثنين ضرب خمسة عشرة عشرة ناقص ثمانية بتعطينا الاتنين الاثنين أكبر من ثلاثة كمان لا إذا ليست حل نيجي للعدد اللي وراه اللي هو العدد ستة بنعوض اثنين ضرب ستة ناقص ثمانية أكبر من ثلاثة 2 ضرب 6 12 12 ناقص 8 4 الأربعة اكبر من 3 صح اذا العدد 6 اللي موجود معنا يعتبر حل للمتباينه اذا س تساوي 6 حل للمتباينه يا تاسع اذا بناخذ كل رقم موجود معنا وبنعوضه في المتباينه هلا اذا اللي بتطلع عندنا المتباينه صحيحه اذا هي حل لها بتكون يا تاسع هلا بدنا نمثل بدنا نحل المتباينه ونمثل مجموعه حلها على خط الاعداد هلا لو كان عندنا مثلا يا تاسع س اكبر من خمسة هلا س اكبر من خمسة يعني راح تكون عندنا الخمسه مع موجب ما لا نهايه والتنتين مفتوحات بنمثلهم على خط الاعداد مثل ما اخذنا في المره الماضيه هي عندنا الخمسه لموجب ما لا نهايه لجهه مين عندنا جهة اليمين والإشارة الخمسة إيش رح تكون عندنا مفتوحة طيب لو كان عندنا سالب سالب سبعة سين أقل من أربعة عشر هلأ هان أول إشي بدنا نحلها هلأ كيف بدنا نحلها بين السبعة وبين السين إيش العملية ضرب هلأ لحتى نحلها زي حل المعادلات بين السبعة والسين عملية ضرب عكسها إيش رح يكون عندي عكسها القسمة أقسم الطرفين على سالب سبعة سالب سبعة صارت عنا سين أقل 14 تقسيم سالب سبعة إيش تطلع عنا سالب اثنين هلأ أخذنا قاعدة يا تاسع لما نقسم على عدد سالب شو بعمل بإشارة المتباينة بقلبها فإذا سين أكبر من سالب اثنين إذا القاعدة اللي حكيناها في الحصة الماضية إذا قسمنا أو ضربنا بعدد سالب بنقلب إشارة المتباينة اللي موجودة معنا إذا صارت عندنا سين أكبر من سالب اثنين فهلا لما بدنا نمثلها عندنا على خط الأعداد رح يكون عندنا سالب اثنين هلا بما إنها أكبر يعني لموجب ما لا نهاية فرح تكون إذا سالب اثنين لموجب ما لا نهاية سالب اثنين لموجب ما لا نهاية يا تاسع لو كان عنا ست س زائد تلات أقل أو يساوي واحد وعشرين. طيب بنحل المعادلة، أول إشي ناقص تلاتة للطرفين صارت عنا ست س أقل أو يساوي واحد وعشرين عنا ناقص تلات إيش بتعطينا؟ تمنتاش، بعدها بقسم على ستة على ستة، إذا س أقل أو يساوي تمنتاش تقسيم ستة كم بتعطينا؟ بتعطينا ثلاثة إذا سين أقل أو يساوي ثلاث بنمثلها على خط الأعداد عنا الثلاثة هلا بما إنها أقل إذا رح تكون إيش عنا؟ لسالب ما لا نهاية لسالب لا ما لا نهاية طيب بما إنه الثلاثة في عنا إشارة مساواة إذا الثلاثة إيش رح تكون عنا؟ مغلقة رح تكون عنا الثلاثة مغلقة يا تاسع طيب كمان سؤال لو كان عندنا س زائد تلات أكبر من اثنين، طيب نحلها ناقص تلات ناقص تلات صارت عندنا س أكبر من مين من سالب واحد، هلأ س أكبر من سالب واحد يعني سالب واحد لموجب ما لا نهاية، والتنتين إيش راح يكونوا عنا مفتوحات؟ نمثلها على خط الأعداد عنا سالب واحد وعنا إيش؟ لموجب ما لا نهاية. طيب خلينا نحل تدريب اثنين 11 عنا الاولى س اكبر او يساوي سالب اثنين هلا س اكبر او يساوي سالب اثنين اذا راح تكون ايش عنا راح تكون سالب اثنين لموجب ما لا نهاية والسالب اثنين عنا مغلقة والما لا نهاية ايش راح تكون مفتوحة نمثلها على خط الاعداد عنا هاي السالب اثنين وهي عنا موجب ما لا نهاية والدائرة تبعت سالب اثنين ايش راح تكون عنا مغلقة يا تاسع طيب فرع ثلاثة سين أقل من سالب واحد وعشرين نقسم عتلات عتلات إذا سين أقل من مين؟ من سالب سبعة هلا بما إنها أقل إذا رح تكون سالب ما لا نهاية لسالب سبعة والتنتين مفتوحات نمثلها عندنا سالب سبعة وعندنا ايش لسالب ما لا نهايه رح تكون باتجاه اليسار وسالب سبعه رح تكون دائره ايش عندنا مفتوحه لانه الفتره مفتوحه طيب فرع ج عندنا اثنين ناقص خمسه س اقل او يساوي 12 طيب اول اشي نخلص من الاثنين ناقص اثنين ناقص اثنين سالب خمسه س اقل او يساوي عشره بعديها بنقسم على سالب خمسة سالب خمسة. هلا ننتبه انه قسمنا على عدد سالب، لما نقسم على عدد سالب شو بنعمل باشاره المتباينه؟ بنقلبها. صارت اكبر او يساوي سالب 2. طيب راح تكون اذا الفتره بما انها اكبر موجب، يعني راح تصير معنا سالب 2 لموجب ما لا نهايه، سالب 2 مغلقه والما لا نهايه حكينا دائما مفتوحه. بنمثلها على خط الاعداد عنا سالب 2 مغلقه لا موجب ما لا نهاية لا موجب ما لا نهاية على جهة إيش عنا اليسار يا تاسع طيب هلا بيكون تدريب 2 12 صفحة 65 واجب تدريب 2 12 صفحة 65 واجب يا تاسع بدنا مجموعة الحال وبدنا نمثلها خط الأعداد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته